20 سنة حتى يمكن إنجازها. الكلام ده قد يبدو مبالغة، ولكن هو الواقع. أفضل صورة من هذه المبالغة وأعمق منها. فلو نبص كده حوالينا بالمعدلات اللي احنا شفناها النهاردة، قائد حكيم يرى هذا البلد وما يجب أن تكون عليه، وبالتالي هناك رؤية واضحة لبناء مصر الجديدة. هذه الرؤية ليست فقط في حدود وزارة التموين، ولكن في كافة المجالات. فلو لاحظنا المرحلة الأولى كانت أهميتها البنية الأساسية، وكلمة البنية الأساسية يا حضرات، ونبص بس على المشروع العظيم اللي شفناه ده، لو ما كانش المية اتشفط والأرض حصل لها تكسية ثم أعمال ثم، والباشمهندس، وبنشكر المقاولين العرب والباشمهندس سيد بجد تحية كبيرة جدا من فضلكم للعظمة الجميلة اللي تمت في هذا المشروع. تحديات تحديات تحديات، ولكن هناك رجال يعلموا ماذا يفعلون، وبالتالي لقينا المكان زي ما احنا شايفين. لو ما تعملش ده وتعمل على بعد زي ما سمعنا 9 متر الاساس، ما كان يمكن ان نرى هذه الصواب. اذا البنية الاساسية هي اساس البناء. كلنا فاكرين كانت الكهرباء عاملة ازاي، والنهاردة عندنا بنصدر كهرباء. كنا شايفين المية، ومعالي الوزير المحافظ قال في حدود محافظة إسماعيلية 3 مشروعات قومية عملاقة للمياه. اعتقد كل منا وهو يسير ويتحرك في هذا البلد يرى النهضة الغير